أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا بفضيلتكم في حلقة جديدة وصفوة الصفوة. أهلا بك مشاهديك ومستمعيك. أهلا وسهلا. بارك الله فيكم. جميل أن نبحر مع سيرة الصفوة في هذه الأيام تحديدا. نحن دائما قلنا في حاجة إلى يعني مناط استقرار إذا جاز التعبير، نستطيع أن نستلهم منهم أين الطريق. فأحيانا يتوه الإنسان في غمرات الحياة وصراعات الدنيا، والدنيا كما يقول علي إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أي نعت نعت، وإذا جلت أو جلت. وكم يعني من 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 ساعات تمر، عندك 168 ساعة كل أسبوع، لو تحصي ماذا تصنع فيها لله وماذا تصنع لغير الله لهالتك النتيجة وأخافتك. فنحن صيرنا أيامنا دنيا في دنيا، يعني كان علي يقول كم من قصور تبنى وما تبنى. تبنى كم من قصور تبنى تبنى وما تبنى من التوبة. احنا لم نتب يعني صح. جميل. وكم جميل من مريض عدنا وما عدنا، يعني ذهبنا ورحنا نعود ومتنا احنا وعدنا رحنا نعود واحنا هو قعد. جميل هذه المقولة. كم من قصور تبنى وما تبنى. احنا لم نتب سبحان الله. وكم من مريض عدنا وما عدنا، روحنا احنا نعود متنا احنا. جميل. حتى في المثل العام يقول كيف مريضكم؟ قال سليمنا مات. يعني هو يساله عن المريض. قال والله السليم هو اللي مات. الله. وكم من سقيم وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. يعني فنحن لابد من وقفات معالم في الحياة. هؤلاء الصفوة هم معالمنا. فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه. وهذه مهمة وجود مثل هذا البرنامج. نعم. يعني دائما انت تنطفئ من حولك المصابيح. صحيح. وهؤلاء مصابيح الهدى، فلا بد من ان توقد. هي موقدة، ولكن قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. فالانسان انا اقول اين الشمس؟ لا، انا اللي عندي مرض. الشمس واضحة. صحيح. والقمر طالع والنور واضح والماء جميل ويعني وطعمه مستساغ، لكن الفم هو الذي يتغير. فنحن في حاجة ماسة إلى تذكير الأباء والأمهات والأبناء والبنات، كل الجيل، كل من يقول لا إله إلا الله بصفوة الصفوة. ثم العالم كله مسلمه وغير مسلمه في حاجة أن نذكرهم بصفوة الصفوة، عسى أن نجد قلوبا صاغية أو آذانا منصتة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ربنا يخليك. من الحلقات المنصرمة في هذا البرنامج صفوة الصفوة تعرضنا لكثير من الأنبياء والرسل من قبل الله تبارك وتعالى لهداية البشرية، لكن ما تعرضنا منهم لذوي جاه أو سلطان أو سلطة أو قوة. فعشنا مع السادة المشاهدين والمستمعين، مع الفقراء والمساكين، بالضبط، من الدعاة الأول. أما هنالك من أنبياء ورسل أغنياء لهم سلطان، لهم ملك، لهم سلطان. داود وسليمان كلاهما نبي رسول ملك، أو ملك نبي رسول، نسيت افكر. داود وسليمان ملك، تخيل، ملك يملك ويحكم ويبلغ رسالة، فيبلغها من منطق القوة. غيرهما ملك له ملك من الأنبياء؟ لا لا، هذان اللذان حاز هذا داود السبق فيه. سيدنا داود وابن سليمان. وابن سليمان فقط. نعم نعم. لأن دول هما في الحقبة في التحقيب التاريخي. نعم. هما جاءوا بعد سيدنا موسى. احنا طبعا لا نسير وفق التحقيق التاريخي، ولكن نحن ناخذ ومضى. لكن ان شاء الله عندما نقف في النهايه، عندما نرتب، سوف نذكر السلسله التاريخيه ان شاء الله.
نعم. ولكن نحن نأتي عند داود فنذكرهما تفصيلا إن شاء الله، ثم نذكر على سيدنا موسى بإذن الله وهكذا، ونعود إلى سيدنا شعيب، ثم نذهب إلى سيدنا لوط ونعود إلى وهكذا إن شاء الله بإذن الله. يعني حتى لا يكون معنا السادة المشاهدون يشعرون بما نشعر به من إحباط ومن اضطهاد الأقوام لأنبياء الله ولرسل الله سبحانه وتعالى. أولا أي إنسان يدعو إلى الله عز وجل ويجد طريقه ممهدا بالورود فيعلم فليعلم أن دعوته غير صائبة. الله أكبر. طبعا. لأن سوف ترى العجب رغم ملكهما داود وسليمان هناك عقبات. وهذا تساؤلي. هو لا يعني هل عصبهم الملك والسلطان؟ لا 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 من أذية رعية مثلا من عقبات سوف نرى. سبحان الله. أصله هو على قدر الهبة، على قدر الابتلاء. تخيل يعني واحد يتحكم في الجن والشياطين، وفي أحد من البشر ربنا أعطاه مقاليد الشياطين والجن وهما من عالم الغيب، وبعدين يبقى في مقاليد من ضمن جنوده وحراسه. واحد زي سيدنا سليمان لما مات أبوه داود أمر الطائرة أن تظل إلى جسد، لأن الشمس كانت طلعت قبل ما غسلوه وكفنوه، سوف نأتي القصة إن شاء الله. أمر الشمس أن تظلله فسودت السماء فكل الطير. فأمرها سليمان أن يقبض كل طير جناحا من جناحيه، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرح للصحابة هذا الرمز قال قبض يديه هكذا فكأنما نعيش مع الرسول وهو يصب، وكأنما الرسول يعيش مع سليمان وهو يأمر. سبحان الله. فأشرقت نصف الشمس. فتخيل ما نوع هذا الملك؟ شيء يعني الإنسان عندما يتخيله شيء غريب، وسوف نرى ما في هذه القصة من عجب. إذا لنشرح مع فضلاتكم، نبحر في هذه القصة مع داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. وعليكم الصلاة والسلام، بارك الله فيك. إذا المشاهدين الكرام، مستمعينا الأعزاء، مع الداعي الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، نبحر مع فضيلتكم وفي فكره حول صفوة الصفوة مع سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ولما قال القرآن الكريم عنهم اعملوا آل داود شكرا كيف شكر الله تبارك وتعالى. فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى. معنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضلاتكم مره ثانيه. نحن عندنا شغف بقصه سيدنا داود وسليمان على وجه التحديد، لما ربما قرانا عنها ربما فيها اسرائيليات، ربما فيها حقائق، لكن ما صورته اي القران الكريم حولهما يستدعي الوقوف والانتباه والتعلم. فنظره عامه نبدا بسيدنا داود. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول عليه الله صلى الله عليه وسلم. أولا قلنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم من أدبه وتواضعه ويعني وقمة يعني ال 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 الإنسانية عندما تصل في أعلى قممها. نعم. يقول الأنبياء إخوة لعلات. الأنبياء إخوة لعلات. لعلات يعني لأمهات ضرائر يعني أو أمهات شتى يعني. إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. بس في نقطة في طول القرآن يعرضه ربنا يقول إيه؟ وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. صحيح. يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. يا موسى أقبل ولا تخف. يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا عيسى إني متوفيك ورافعك عليك. يا أيها النبي، يا أيها الرسول، لم يقل له يا محمد. حتى يعني تبجيلا لنسائه ما قال يا نساء محمد. لا. نساء النبي. يا نساء النبي. سبحان الله. وبعدين قال عن الشمس أنها سراج وهاج. صحيح. وقال عنه أنه سراج منير. إذا اقتربت من الشمس احترقت، وإذا اقتربت من رسول الله أضاء قلبك وأضاء خلقك واستضأت. يا سلام. فبرضو لابد من إيه؟ من هذا المدخل. لا. لأن الذي علمنا احترام الغير هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا يقول إيه لما سيدنا إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى، والله كنا أولى بالشك من إبراهيم. سبحان الله العظيم. يوسف يقول والله لو كنت مكانه لطلبت أن يخرجوني قبل أن أؤول لهم الرؤية. إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ فهذا مثال كيفية احترام الغير. نعم. وإحنا ما زلنا قاصرين، هذا مدخل مهم في قضية الصفوة، كي نسلك مسلكهم لابد من احترام الغير أيا كان. نعم. أيا كان هذا الغير، بس المهم نسمع ونسمع.
بس يعني في البداية أريد يعني إيه هذا مدخل في كلام صفوة الصفوة. نعم. تعال إلى سيدنا داود. ذكر سيدنا داود في القرآن 16 مرة. نعم. في سور 9. تمام. تبدأ القصة من زمن. نعود إليها لنتحدث عن طالوت وجالوت عشان نبدأ في بداية القصة. ونتوقف عند الآيات ونرى كيف برز نجم داود عليه السلام. نعم. ونكون واقفين عند سورة البقرة. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ وهذا الملأ يعمل لك أنت أصلا الملأ بالضبط مشكلة أنا مع الملأ دايما الملأ. نعم. فيهم مشكلة. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ لما سمي الملأ ملأا؟ لأنهم امتلأوا من كل شيء. بمعنى؟ امتلأ مالا وامتلأ قوة وعزوة وكبرا. دايما الملأ هو ممتلئ. نعم. ويشعر أن غيره فارغ. شعر ان غيره سبحان الله كبر هذا. يعني كما قلنا ان ابن مسعود لما وطئت اقدامه صدر ابي جهل لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويع او مرتقا صعبا يا رويعي يا رويع. في هذا الجبروت في هذا المكان يعني سبحان الله يعني في لحظه الضعف حتى سيقتل. هو ما عنده ضعف هو عنده الكبر يقتله طغيان بس خلاص واهلكه بطغيان سبحان الله. طب هم بدايه سيدنا داود عليه السلام في بني اسرائيل بني اسرائيل لانه بعد موسى. نعم. اهو الم ترى الى الملأ من بعد موسى من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. احنا عايزين ايها النبي ترشح لنا ملك من الملوك نقاتل خلفه. ما سمى القران هذا النبي؟ لا يقال ان اسمه شمعون. وشمعون باللغه العربيه يعني سمعون. سمعون ما هو السين يعني؟ في اللغه في العبريه السين تنطق شينا. نعم. فهو ان امه كانت لا تنجب وكانت عبرت الثمانين فدعت رب العباد يا رب فاجاب الله دعاءها وسمع دعاءها فسميته سمعون. ويقال ان هذا على كل هذه روايات كتب تفسير انا ما لا نقف عندها. قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل ما سمته الايه خلاص احنا نوقع احنا قلنا اشترطنا من البدايه في صفوه الصفوه. نعم. وقفونا عند اي القران الكريم وما صح من الحديث النبوي غير كده عشان اما لا نخبط خط عشواء. طيب. ولا نخطب بالاجل. تمام. طيب ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله يعني عايزين نروح نحرر بيت المقدس. ودائما بيت المقدس ده فيه مشكله سبحان الله العظيم. احنا عايزين نطرد العماليق اللي احتلوا بيت المقدس وناخده لانه سيدنا موسى من قبل كان يود ان يدخل بيت المقدس واختار ايه 70 من قومه. طب بيت المقدس هذه مكان ام المسجد؟ القدس الارض المقدسه. كان فيها المسجد ولا ما كان بني؟ كان فيها يقال كان فيها المسجد كان فيها او يقال ان اللي بناه سيدنا سليمان. يعني هذا الكلام المهم يعني ليس تحقيق تاريخي الان. طيب. وسوف ناتي في صباح اخر. نعم. لان ناتي سيدنا موسى بقصته تفصيلا. يعني اذا بيت المقدس عندهم الارض المقدسه خاصه الارض المقدسه هذه الارض المقدسه علاقتهم بها فضيله اليوم بدات من سيدنا موسى. تمام. فكان سيدنا موسى في اواخر ايامه وسوف ناتي لقصه موسى يتمنى ان يدخل الارض المقدسه ويدفن فيها. نعم. وبعدين اختار السبعين وروحوا كده يعملوا استطلاع. السبعين دول كانوا الصفوه المنتقى نقدر نقول عليهم ايه الصحابه الصف. نعم. الصفوه يعني الصف. ولكن للاسف ما طلعوا الصفوه. الله العظيم. اول ما جم على ابواب المدينه المقدسه قالوا ان فيها قوما جبارين وان لم ندخلها ما داموا فيها. فان يخرجوا منها فان ندخلها لما يخرجوا. فان خرجوا ندخل. هم جبناء بعد طبيعته لا يقدرون على المواجهة. لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. يعني حتى القرآن قال لا يقاتلونكم جميعا. هم جميعا. حتى وهم مجتمعين إلا في قرى محصنة. هذا الجدار له سند بالقرآن. ولكن الذين يهزمونهم يعني لازم يكون عاملين مصايد. حتى القرآن قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فتجد أنه اول ما ذهبوا رجعوا قالوا يا كريم الله الواحد منهم ياخذ الواحد منا في كمه. يا عم دول عمالقه كم ده يروح حب دخل الواحد. فشوف يعني زي ما كان في ايران شوف الصحابه كان ايه يكثرهم في كان يقلل عدد المشركين في عيون الصحابه
ويكثر عدد الصحابة في عيون المشركين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ونعم بالله. فكان سبحان الله حتى وجدوا على رأس أبي جهل ضربة لا هي بصوت ولا بسيف ولا بنبل ولا برمح ولا بحجر. سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم ضربه ملك. الله. مش 5000 من الملائكة المسومين. صحيح. ومتضربين في ومردفين. إلى الآن. ومردفين عن متتابعين. فالمهم. فلما راحوا ورجعوا. قالوا لا إنا لا نصلح. اذهب أنت وربك فقاتلا. إنا هنا قاعدون. روح يا عم انت يا موسى انت وربك هؤلاء اصطفوا هم الذين امنوا بسيدنا موسى ما بالك بالالاف الباقيه وسوف ترى صوره منهم لا حول ولا قوه الا بالله. هذه طبيعه لابد من فهم طبيعته حتى ناس يقاتلوننا عن عقيده وانت تريد ان تقاتلهم على بلا عقيده نعم صعب. المهم يعني فتمنى كريم الله موسى كان خلاص اخوه مات هارون وفي الاخر قبل ما يموت قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي انا اللي اضمنه اخويا ولو اخويا ده مش رسول انا ما مش هضمنه ومات اخوه كمان ومات اخوه فاصبح قال يعني يا ربي يعني امتني قريبا من الارض المقدسه ولو برميه حجر فقال صلى الله عليه وسلم لو كنتم معي يوم الاسراء لرأيتكم مكانه معروف هو لم يدفن داخل لا 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 ما دخل حتى لا حيا ولا ميتا هذه اكذوبه التي لا 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 دفن خارج ودي دي عشان لا يثبت لا يفوت لهم شيء سبحان الله العظيم. المهم ان الملك ضاع والتابوت اللي كان فيه الجيل الصالح ما هو سيدنا موسى كان له تلميذ اللي هو يوشع قال موسى لفتاه لا أبرأ حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكمه. هذا يوشع بن نون ده التلميذ النجيب لكريم الله موسى والجيل اللي ربي في صحراء سيناء على الجهد والمشقة يعني جيل جديد زي جيل الصحوة اللي عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى اللي فيهم الخير يعني من أبنائنا وبناتنا دول سبحان الله العظيم الجيل اللي ربي على يد يوشع بن نون فدخلوا الأرض المقدسة وهزموا بعد ذلك خلف بعدهم خلف كما خلف الصحابة من بعضهم الأمم التاريخ مكررة نعم يعيد نفسه فالتابوت أخذ منهم التابوت ده كان فيه بقية من عبارة عن عصا موسى ونعل هارون وبقية الإيه وبقية الصحف وسيدنا موسى لما رجع وريهم عبدوا العيل عمل إيه قال ألقى الألواح فالألواح تكسرت والألواح دي لم تأتي عن وحي انما القيت له من الله هكذا ما هو غضب في الحق ده في كلام ربنا فراح مسك الالواح وراح القاها على الارض كسرت فبقيه الحطام بتاع الالواح حملوه فكانوا لما يجي يعملوا معركه يشيلوا التابوت وكان يقال ان فيه سكينه تطلع منه ريح طيبه او كلام يسمع كما تقول بعض الروايات ولا لا تصل لدرجه الصحه ان تامرهم وتنهاهم وكان فيها الهام يعني نعم وانت عارف الامم دايما لها يستبشرون بالضبط كده فسرق منهم اخذ منهم في الارض المقدسه اخذ منهم خلاص واخذوه العماليق اللي كانوا محتلين للارض المقدسه خلاص دي الف باء اللي معناه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وفي قراءه ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله يقاتل نفس القضية اذهب انت وربك وهذه رواية انا اقبلها نعم صحيح قال هل عسيتم يعني انت جماعة اللي تطلبوا ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا يا سلام لو كتب عليكم القتال طب ما ترجعوا نفسكم الاول شوي لابد من المراجعة صحيح فربما يكتب عليكم القتال مع الواحد عمل يعني مش عارف ايه ساعة الجد اسد علي وفي الحروب نعامة والعياذ بالله نعم قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين طيب المهم تولوا هربوا خلاص طب نيجي للبقية اللي هم الايه الصافو نعم لا يجوز هذه الكلمة انا ذاك في هذا الوقت نعم وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا انت مش جاي تستأذن النبي عايز ملك النبي اللي انت جاي تستأذن منه قال والله
ربنا بعت لكم طالوت يكون ملك عليكم. طالوت هذا رجل بسيط، له ابن ملك ولا ابن زعيم، ولو انما بني ادم عادي. اول شيء لازم الاعتراض، لم ياتي رسول لبني اسرائيل الا واعترضوا عليه ابدا، بدايه من الاعتراض القولي الى الايذاء الى القتل. يعني هم يطلبون، هم طلبوا ملك. ما لكن معلش، ما هو يطلب براحته. ما هو واحد يهودي في المدينه يقول يا ابن ابي طالب، يعني عايز يحارب سيدنا علي. سيدنا علي يا ابن ابي طالب، ما مر على قتل على موت نبيكم سنوات الا وشهرتم السيوف في وجه بعض؟ يعني قال وانتم كانت اقدامكم ما جفت بعد من البحر وطلبتم الها صنما تعبدونه. الله الله يعني انت سبحان الله الحق قبلك. سبحان الله. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا ان يكون له الملك علينا. طب هو الله اللي بعث، خلي بالك من الكلام. اولا القائل نبي، هذا وحي، والمرسل الله ونعم بالله، هو معين ملك من قبل الله، والطالب هم، وهم الذين طلبوا. نعم. لا أن يكون له الملك علينا. كيف يعني؟ ليه يكون له الملك علينا؟ ليه هو ملك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ونحن أحق بالملك منه. هي الآن نحن أحق بالأرض وأحق بالمكان وأحق منك أنت أيها الفلسطيني. أنا أبتوها ولكن أنا بأرضي. هم أحق سبحان الله، نحن أحق بالملك منه. ولم يؤت سعة من المال. مصيبة بني إسرائيل المال، تقديرك لذلك تفشت هذه الظاهرة بيننا. معك قرش تسوي قرش، ما معكش قرش ولا تسوي شيء. صحيح. سحبان من غير مال باقر حصر، وباقر من كثرة المال سحبان. سحبان. سحبان أبو البلاغة لو معها ما معه، ليس معه قرش. صحيح. ده باقر اللي هو أعيا من باقر، ما يعرفش يقول كلمتين على بعض. صحيح. لكن باقر لو معها المال يقول لك يا سلام. ما هو باقر لما يقول على الكرسي يا سلام سيادتك العبقرية الفذة التي لم نرها على وجه التاريخ، وهو مثلا غرق المؤسسة وضيعها وغرقت المؤسسة وتحطمت، لكن هو ما شاء الله. ما هو الأموال بقى، وهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السنان لمن أراد قتالة. لله الأمر من قبل وبعد. هذا ونحن نتعلم مع فضلاتكم في صفوة الصفوة قياس خاطئ. هذا القياس لا يجب أن يكون، ولا يجب أن يكون عند المسلم. كيف نحكم على الشخص؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سبحان الله. أنت فضل يوزع سيدنا عمر عباءة عباءة عباءة، كان جاي عباءات من اليمن للنساء، بقيت عباءة. فأعطيها أم كلثوم، قال لا تأخذها أم كلثوم. طب من يأخذها؟ قال أعطوها لأم سليم أم أبي سعيد الخدري. لماذا يعني؟ قال رأيتها ويتخيط لنا القرب يوم أحد، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطيها لتبسم رسول الله له. يا الله. يبقى قياسات عمر إيه؟ الله التقوى. بس كده. هيك التقوى. هيك. يا أبتي عبد الله بن عمر تعطيني أقل من أسامة ابن زيد؟ ابن زيد. أنا لي عطاء من بيت المال وإحنا سن واحد. يعني يجب أخذ زيه. قال كان أبوه الوزير بن حارث أحب إلى رسول الله من أبيك. الله أكبر. الله. وأسامة كان أحب إلى رسول الله منك. القياسات كده. كان يدخل على حفصة اللي هي منضمة لحزب عائشة في قضية الثورة على زيادة النفقة في بيت رسول الله. يا حفصة إياك أن تغرك عائشة، انظري من أبوك ومن أبوها. خلي بالك. سبحان الله. بيشفع لها أبوها. أبوها أبو بكر، ما حد يقدر يكلمه. لا لا لا. ده صلو رسول الله. ده حبيب رسول الله. أمنت أبوك عمر. ثانية اثنين. أبوك عمر بن الخطاب إيه يعني؟ من يساوي؟ سبحان الله العظيم. تواضع عجيب. عجيب. شوف كيف يكون القياس؟ تقوى. بس هذا المقياس. لما ضاع مننا القياس ده قال لك لا، أهل الثقة قبل أهل الخبرة. وهذا أيضا قياس مخاطئ. وهذا المصيبة. أصلك قرشك. لا ما فهمتش الكلام ده. طيب. ولم يؤت ساعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم. أظن يعني كان رجل سليم. وزاده بسطة في العلم والجسم. كان ضخم. كان ضخم وكان سبحان الله قوي. يعني طالوت من الطول.
قال هذا هي كلمة عجمية. نعم. لكن سبحان الله. والله يؤتي ملكه من يشاء. في اعتراض على رزق الله وملك الله. هم يقسمون رحمة ربك؟ لا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. صحيح ونعم بالله. صحيح. أصلا أنا لما وأنا أحسدك ليه؟ والعياذ بالله لما يكون عندي مرض الحسد. عارف مصيبة الحسد في إيه؟ أنه لم يرضى قسمة الله ويتهم رب العباد بأنه غير عادل. صحيح. يقول ده ياخذ وانا لا. الا كل من بات لي حاسدا. اتدري على من اسات الادب؟ نعم. اسات على الله في صنعه لانك لم ترض بما وهب. فجزاك ربي بان زادني وسد في وجهك باب الطلب. هو الحسد اساءة ادب على الله عز وجل. على الله لانني اتهم الله في قسمته. طب هنالك الغني الذي يحسد ايضا. هذه مصيبة لأنه لا يريد أن يكون أحدا مثله. يا لطيف. وهذا أصعب. يا لطيف. ودي منتشرة في مجتمعاتنا. يا لطيف. إزاي؟ كيف يعني أنت لك هذا الكلام؟ قال الرجل الذي قلنا عنه أنه سمع ضرع بقرات تشخب. يعني يحلمون. فسمع صوت إيه؟ اللبن هنا. فعرفين أنه حاسد. يعرفوه عنه يعني. فدخل إلى الزريبة اللي مربوطة. قال أي بقرة كانت تشخب لبنا للآن؟ فأشاروا له على البقرة المجاورة فوقعت البقرتان. يا لطيف الله أكبر سلم يا رب سره باتع. فقالوا له ماذا يحدث لك؟ قال عندما أرى شيئا جميلا أشعر أن شيئا ساخنا يخرج من عيني. سلم يا رب سلم يا رب. ولذلك لابد أن نكبر عندما نرى بعض هؤلاء. طيب فائدة ماذا نقول؟ نعم فائدة نأخذ فائدة ماذا نقول؟ الله أكبر الله تعالى. هل كلنا يحسد؟ استطرد جانب. هل كلنا يحسد؟ قد يحسد أحدنا وهو يعلم أنه حاسد، وقد يحسد أحدنا وهو لا يعلم أنه يحسد. لكن المؤمن يبارك كيف؟ تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله لا قوة إلا بالله. ترى طفلا جميلة تبارك الله ما شاء الله. أول ما تقع عينه على شيء، على شيء جميل، على سيارة، على بيت، على مكان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في سورة الكهف بالضبط. ولو إن دخلت جنتك تمام. فلما تقول بالمشيئة وتقول تبارك الله سبحان الله. ولو كان حاسدا شخص. نعم. ولو كان يحسد. ولو كان ما شاء الله تمنع. إن شاء الله. يعني هي كأنها حاجز تحت. إن العين لا تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. هذا حديث. الله. لا تدخل الجمل القدر. خلاص يعني يصبح يؤكل. كان ينظر إلى الناقة ويقول ائتوني بلحمها تقع على. قبل أول ما ينظر وقبل ما تقع. وقال تقع على رأسها تقع. أصحاب يجيبوا السكين ويلحقوها قبل أن تموت حراما. ألطف يا لطيف. لا إله إلا الله. هنا. وأساتذة الحسد هم بنو إسرائيل. يحسدون. ده يحسدوا خلق الله كله. لأنهم مش عارفين أن هم طبقة الإليت أو طبقة النخبة، لأنهم أبناء الله. الصفوة. الصفوة. هم يشعرون هكذا. ودول كله كل العالم ده حمير. هذا شعورهم. يعني القرآن الكريم صور أن الله سبحانه وتعالى فضلهم على كثير من العالم. في زمن من الأزمان لأنهم أخذوا شريحة من التاريخ كبيرة. في زمن فقط. في زمن. ليس على مر العصور البشرية. لا لا لا. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، عشان تصدقوا عما تقول أبانا سيد لا يصدقوا إلا بالمحسوسات. لازم شيء محسوس. ماديات. ماديات. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. أيوة. فيه سكينة من ربكم. الهدوء النفسي ينزل عليكم. هتستشعروا أنكم هتنتصروا مرة أخرى. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. أول سيدنا موسى ما تلقى الألواح حدث شيء عجيب. قال يا ربي أرى في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم. يعني الكتاب اللي أنت هتنزله عليهم يحفظونه. بني إسرائيل ما كانوا يحفظوا. لا 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 بني إسرائيل ولا القسم الأول ولا القسم الثاني. العهد الجديد والقديم. اللي هم لا اليهود ولا النصارى. ما يحفظوا. لا لا ما يعرفوش يحفظوا. سبحان الله. القرآن هو الذي يحفظ في الصدور. فيما حفظ كتابهم؟ عند الأحبار والرهبان الصالحين من الأول. فقط. بس فلما مات الصالحون. فقال أرى في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم. اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال كلا يا كريمي إنما هم أمة أحمد. قال يا رب أرى في الألواح أمة أغنياؤهم يتصدقون على فقرائهم فيأكلون الصدقة مع أغنيائه. يعني ممكن أعطي الفقير زكاة وروح أكل عنده، لكن هو كان يخرج الصدقة تنزل صاعقة حرقها، لا الفقير أخذها ولا الغني أخذها. سبحان الله. اللهم اجعلهم أمتي يا رب. شددوا فشدد الله عليه.
وانا احذر ابنائنا أيوة. من الذين يشددون على انفسهم ويصعبون المسائل. الدين يسر لا عسر فيه، الدين سهل لا تعقيد فيه، نحن الذين نعقد المساله. او انصاف المتعلمين وانصاف المتفهقين هم الذين يعقدون المساله. نعم. بس فارى في الالواح امه انما احدهم او هم بحسنه كتبتها له حسنه، فان عمدها كتبته له عشر، وان هم بالسيئه ولم يعملها ما كتبتها عليه شيء، فان عمدها كتبته عليه سيئه واحد. اللهم اجعله امتي يا رب. قال كلا انما هو امه احمد. المهم عدد ابن عباس في الحديث الصحيح 11 صفه في الالواح لامه احمد. سبحان الله العظيم. فاخر الصفه 11 فالقى موسى الالواح من يديه وقال اللهم اجعلني من امه احمد عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. هكذا جميل. الانبياء. نعم. هكذا نعم. تاخذ الانبياء. طيب ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه لكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه. الناس اللي اخذوا التابوت بدا يحصل لهم مشاكل، تحصل حرائق، زلازل، مصائب. لا لا لا، راحوا جايبين اللي هم العماليق. العماليق. نعم. راحوا جابوا زي اعزك الله كده بتاع عربه بعجلتين كده وبقرتين او ثورين او حصانين، ووضعوا التابوت وراح اطلقوه على الارض التي يسكنها بني اسرائيل. فالعربه توقفت فجاءت الملائكه لتحمل التابوت. اظن مفيش ايات بعد كده. سبحان الله العظيم. الايات او يعني بدات تنفخ في الريح التي تصل لغايه ما التابوت وصل الى هؤلاء الجبناء. وصل اليهم. وصل إليهم. ليس عن طريق طالوت. لا 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 لا. وصل ان ايات ملكه عاد التابوت اذانا بوجود هذا الايه؟ هذا الملك الذي يجب طيب. القتال اظن مفيش بعد كده. نعم. تعالى الكلام. وبعدين ايه؟ تحمل ان في ذلك لآية ان كنتم مؤمنين. حتى سبحان الله النبي لا يثق في ايمانه. ان يعني شك يعني سبحان الله. طيب. فلما فصل طالوت بالجنود خلاص هتقاتل. طبعا هنقاتل. يلا يا جماعه توكلوا على الله. طلع طالوت ووراه الايه؟ خلفه الالاف المؤلفه. كانوا 80,000. 80,000. نعم. خلاص؟ قال ان الله مبتليكم بنهر. نبتدي بقى ايه؟ باختبارات. نزيد تصفيه. نعم. تحليه وتخليه وشغلانه. تصفيه. تمام كده. قال ان الله مبتليكم بنهر. فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. يعني إيه؟ ربنا يبتلي. طبعا هما في الصحراء هيعطشوا أكيد، وفوجئوا بأن نهر وجد أمامه ما كانش موجود نهر. وكان ماؤه عذبا سلسالا. هم يعني أليسوا معذورين في الشرب من النهر؟ لا، هم ضعاف الإيمان. وهم عطشة؟ هم ضعاف الإيمان أساسا. أنت رايح تقاتل في سبيل الله، ما تموت عطشان عشان تروى من حوض الكوثر يوم القيامة. يا سلام. هم عكرمة بن أبي جهل في اليرموك لما هو يقاتل وينازع، راح له بكوب الماء قال له أخي فلان أخي فلان أخي فلان، دار على سبعة إلى أن عاد إلى عكرمة وجدوا قد فارق الروح شهيدا. شهد استشهد. ده يطلع يوم القيامة على حوض الكوثر. مرة الله أكبر. الناس يبعثون على ما ماتوا عليه. فمن مات محرما بعث ملبيا، ومن مات ساجدا بعث ساجدا تحت العرش. ومن مات على طاعة الله عز وجل يؤمنه يوم الفزع على كثيب من مسك اسود في ظل الرحمن في ظل العرش الرحمن حتى يفرغ الناس من الحساب. لا يضيع اجر عند الله عز وجل. ونعم بالله. وبعدين الايمان لابد من امتحانات. صحيح. ان الله مبتليكم بنهر. هو ما لم يمنع عنهم الايه؟ الشرب تماما. قال فمن شرب منه فليس مني. يعني شرب يعني شرب وايه؟ حتى شبع. وتضلع. يعني كما نقول يعني نعم. ملأ الماء وايه؟ ضلوعه. إلا من فإنه من إلا من اغترف غرفة بيده. يقال غرفة تأخذ غرفة بيد واحدة. غرفة بالكفين. هكذا. نعم. يعني فأنت لو أخذت شوية كده مقبول يعني. أما قال أهل اللغة أنتم ما شاء الله. بارك الله في فضلك. تقولون يتكرع. صحيح. يتكرع أن يشرب بفمه. نعم. من الماء. نعم. يعني بدون واسطه بدون لكن صح. غرفه دي اسمها مغرفه. نعم. تمام. يغترف نعم. يغترف نعم. او بشيء يغترف بيدي او بشيء بيدي واحده، لكن يتكرع يعني ينزل في فمه سبحان الله. قال ف
فلما فشربوا منه إلا قليلا منهم. قالت كتب التفسير 77,000 شربوا. الله أكبر. بقي كام؟ 3000. هم 80. بقي 3000. فشربوا منه إلا قليلا منهم. خلاص بقي مع طالوت كام؟ 3000. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه 3000 اللي هم الإيه؟ اللي صبروا. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم. لا إله إلا الله. عجيب. استأسد الحمل لما استنوق الجمل. صح. صحيح. صح. يعني إن البغاثة بأرضنا يستأنسر. لهواننا سبحان الله. يعني قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. وجدوا 100,000 أمامهم. قال لا. سبحان الله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. جالوت هذا كان يقال أن ظله ميل كما تقول كتب التفسير. يا لطيف. حاجة عامة خض. فهو أن شافوا العمالق شافوا العمالق وشافوا جالوت وسطهم وهو لابس التاج الملك وعلى الحراسة حوله. دول أولاد آدم برضو ولا؟ أولاد آدم كلهم بني آدم كلهم بني آدم. لا ما هي البشرية من قرضة. وذلك سوف نعود يوم القيامة كما قلنا في الوعد الحق على طول أبينا آدم 60 ذراعا في السماء. ربنا وأن عليه النشأة الأخرى. النشأة الأخرى نرجع تاني. لضرس الكافر في النار يوم القيامة كجبل أحد. في نشأة تانية الأخيرة بها موضوع آخر. النشأة الأولى لسيدنا آدم. بالضبط كده. تمام كده. ف بس دول يعني ظله ميل يبدو انه ضخم وخلاص حتى لو يعني قوم جالوت كلهم هكذا يبدو أبو العماليق عشان كده. يا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شوف الإنسان لما يستمد العون من الله. هم 3000 والتاني بالآلاف المؤلفة. فهزموهم بإذن الله. 3000 قاتلوا هذه الآلاف. لماذا هزموهم؟ لأن طلع جندي صغير كان قصيرا أصفر نحيف يسمى داود أخذ المقلاع اللي زي النبلة وحطه فيها زي ما بيعمل أولادنا في فلسطين. حط الحجر فكرة المنجنيق كده. المنجنيق كده وضرب جالوت فخر صريعا فتسلم كل الجيش. فرجل بأمه الله. قتل جالوت. قتل داود. قتل داود وجالوت. هو يعني سبحان الله قبل هذه الآيات ما تحدثت عن داود مطلقا. فجأة ظهر داود. هذه قصة داود هي بدأت من هنا. احنا منبع القصة. عد سليم. احنا خدناها من البداية. نعم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فإذا بالقوم جميعا يختار داود ليكون ملكا عليه. طب ممكن سؤال لفضيلتكم؟ الآيات لا لا نتألى الله عز وجل ولا نسأل يعني الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. لكن أي القرآن الكريم ما صورت أن في بني إسرائيل فتى أو شاب أو رجلا اسمه داود وصفته كذا وكذا يعني حتى ما صور مع الذين آمنوا يقولون كذا يعني. إذا كان في القصة الدرامية والحركة الدرامية كما يقول المسرحيون أو السينمائيون أن يخبئ المفاجأة داخل المفاجأة. هذه من ضمن المفاجأة داود. ما الذي قال؟ وهنا نسأل من داود؟ داود بالضبط. هذا من داود؟ القصة. نعم. جندي صغير قالوا هو جندي. جندي كان نحيفا أصفر يبدو عنده هزال. سبحان الله. ضعيف. نحيف. يقتل هذا الهرق. فلما أخذ بإذن الله. ونعم بالله. بإذن الله خلاص. ونعم بالله. سمعنا ونعم بالله. شوف يعني حتى في أمر العناية الإلهية يقول علماؤنا وحكماؤنا وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمان. يا سلام. لما تمشي ياخذ ده واحد بيمشي وراء حد مشهور شوية ها يقول لك أنا مع فلان أنا مع ترتان أنا مدير مكتب السيد المسؤول شخصيا. طب واللي ماشي مع الله ونعم بالله. ونعم بالله عشان ايه يعني من نقرب مثلا. فهزموهم ويقال ان اسوأ الذين يقتلون عند الله من يقتل بالحجارة. الله اكبر. قوم لوط قتلوا بالحجارة. جالوت قتل بالحجارة. ابناؤنا في فلسطين يخيفون هذه الآلة العسكرية بالحجارة.
يبدو أن الحجر فيه سر عجيب سبحان الله. كما يقول شاعرنا في القدس قد نطق الحجر أنا لا أريد سوى عمر. أنا عايز عمر بن الخطاب تاني يجي يتسلم المفاتيح. صحيح. غير كده. ونعم بالله. نعم. نعم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. ملك من غير حكمة تضيع الدولة. هنا الوقفة. الملك والحكمة. الحكمة وضع الأمور في نصابها. هو سبحان الله لأن هنأتي يشوفها إزاي هو هيحكم. وقال حتى وعلمناه الحكمة وفصل الخطاب. كيف أنه يعني يحكم سبحان الله. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. خلاص بقى فضل الله لما يفعل. كان وقتها سيدنا داود مجرد جندي في الجيش. فقط. ما كان نبي ما كان كلف. لكن يبدو أن سيرته السابقة سيرة طاهرة. لأن هؤلاء صفوة مختارة على عين الله. وهم يعرفونه. طب لا شك. بلى. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أو تظن أن هجوم هؤلاء على الإسلام وعلى المسلمين وعلى الضعفاء أن دي من سنن الله سبحانه وتعالى حتى يستيقظ حس الأمة. يعني إذن لا نخاف الطواغيت. لا 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 ولا تخاف من ولا قنابل الذرية هيدروجينية. الحلال أن الكون له رب. ونعم بالله. وما دام أن الكون له رب فإذن أنت كن في كنف الله. طالما أنت في كنف الله فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. أنت تنام في معية الله وتسير في معية الله وتتقوم بطاعة الله وتقترب من الله عز وجل وإن الله يدافع عن الذين أمنوا. فكان الله يرضى عن ابن عباس يقول عجبت لمن ابتلي بالخوف من الناس كيف يغفر عن قول الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل. ألم يعلم بأن الله قد قال بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. عجبت لمن ابتلي بالغم والهم كيف يغفر عن قول الله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فما الذي حدث بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك سبحان الله عجبت لمن ابتلي بالمرض كيف يغفر عن قول تعالى رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. عجبت لمن ابتلي بالمكر من الناس كيف يغفر عن قول الله عز وجل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ألم يعلم بأن الله قد قال بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إذا القرآن فيه العلاج. يعني هل أطلب من فضيلتكم أن تقولها مرة ثانية؟ هو هذا إن شاء الله. يا بارك الله فيك. ابن عباس حبر الأمة هو ترجمة القرآن شو جابها الزهد دي؟ سبحان الله. ما إحنا بنقرأ القرآن. بس هو التقطها إزاي؟ هو الغواص في 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 في, في بحر الكلمات بهذا المنطق. نعم. وغواص في معاني هذه. يبحث عن هذه الدرر. وتخرج له. نعم. عجبت لمن أي لمن خاف من الناس. أنا خايف من الناس. ناس يعمل ناس يسوون. وارد. وارد طبعا. وارد يا أخي. وسأل خاف من عاتي من رجل يعني أتقد له من ظلم من صحيح. من كيف يغفر عن قول الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها الصحابة يوم أحد. ألم يدري أو ألم يعلم بأن الله قد قال بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. والله حسبي الله. الله حسبي يا خبر. ما دام تقول الله حسبي ياتيك رسول الله يد الله الرحيمه توضع على قلبك فتسكن خوف الخائف. حسبنا الله وتؤمن امن ذاك. انا اقول لابناء الان في فلسطين في الارض المحتله عليكم بحسبنا الله ونعم الوكيل ان شاء الله وربنا يؤمنهم وسبحان الله يعني يرجع لهم ارضهم وامنهم ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله. عجبت لمن ايقن او ابتلي بالهم والغم كيف يغفر عن قول الله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. دعوة ذنون وفي بطن الحوت ربنا استجاب له وخرجه من الغم وأنبت عليه شجرة من يقطين وأقل وأربنا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. عجبت لمن ابتلي بالمكر من الناس. ناس تمكر عليك وتعمل مؤامرات وتعمل مؤامرات ضدك وذلك الناس يا ابني بتظلم ليه؟ لأنها مش في كنف الله. لو في كنف الله ما ينتظر مكر منك وإنما هو يترك الله ليمكر له لا يمكر هو لا. نعم. اترك الله يمكر. فقال ربنا للمؤمن ده مؤمن آل فرعون في سورة غافر أو سورة نعم. المؤمن هو نعم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سبحان الله.
عجبت لمن ابتلي بالمرض كيف يغفر عن قول سيدنا ايوب رب اني مسني الضر. ومن ادبه قال وانت ارحم الراحمين ما قال اكشف عن الضر فاستجبنا له او فكشفنا ما به من ضر. وكذلك الله رحمته واسعه نعم. الصحابي كبير السن قال يا رسول الله ابني اسره الاعداء وليس عندي غيره هو ده ايدي ورجلي وامه تبكي. قال اكثر انت وزوجك من قول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله. رجع الراجل قبل الفجر يطرق الباب طارق وفقير لا يملك شيء ابوه ابنه يشتغل باليوم او كل كم يوم. فتح وجد ابنه ومعه قطيع من الغنم. التزم واحتضن وبكى ما الذي حدث؟ قال بين انا في جوف الليل اذا بالسلاسل تتسع وتتسع وتتسع حتى فك قيدي. فلما حكى للنبي صلى الله عليه وسلم انها كنز من تحت العرش. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ابني الناس غافله عن الذكر، الناس غافله عن اليقين في الله. يعني انا ارى ان المدين لما يقوم بالليل كده يعني ويدعو والمظلوم لما يقوم بالليل ويدعو ربنا بيكرمنا كمسلمين ان الثلث الاخير من الليل يتنزل ربنا الى السماء الدنيا. الا من مستغفر فاغفر له، الا من صاحب حاجه فاقضيها له، الا من تائب فاتوب عليه. ربنا القادر الحكيم الخبير القوي الغني المعطي يمد يده اليك وانت نائم. يا اخي قوم يا اخي اسجد لله سجده، قل يا رب قل يا رب. والله ما خاب عبد اذا قال يا رب ابدا. ومن تجر مع الله ربح ونعم بالله. هنا الله سبحانه وتعالى اتى سيدنا داود الملك والحكم تمام وعلمه مما يشاء مما شاء الله سبحانه وتعالى. شوف مما شاء دي لا شو دي مما شاء دي علمه تفصيل كثير. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ثم يقول الله لنبيه تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فده دي بداية ظهور سيدنا داود في صفحة التاريخ في كتاب صفوة الصف. هم قبلوا ملكه. أنا ما ردوا. أنا خلصت. قبلوا. سبحان الله. هم أحيانا كده يذعنوا يعني سواء رغم أنفهم سواء برضا أو بعدم رضا دي مسألة أخرى لكن قبلوا. نعم. هو سيدنا داود لما كان تزوج أو عنده أولاد أو عنده سيدنا سليمان شاب صغير. يقال عنده 15 عام. يقال في كده. فتى. يقال سبحان الله. صغير. بس فتى وليس كفتيان. صحيح. والله. الولد عنده تسع. فتى لو يقاس البحر بعرض حديه. نعم نعم. نعم. ابو العلاء المعرفي دخل ماشي كده فالراجل الولد مسك يده عنده 9 سنوات قال له انت ابو العلاء؟ قال له نعم انا ابو العلاء. قال انت القائل اني وان اكن الاخير زمانه لاكن بما لم تستطعه الاوائل. انا اللي قلتها. قال حروف اللغه 28 هل تستطيع ان تجعلها 29؟ المهم اسبوع مر ابو العلاء اين الغلام؟ قالوا مات. قال قتله ذكاؤه. ولا يعيش مع الذكاء ده يا الله. قتله ذكاء. ذكاء الانسان يجني عليه احيانا سبحان الله. وذلك ربنا اعطى سيدنا داود الملك والحكمه. نعم صحيح. طيب صحيح. تعال الى قصه نبدا بنشوف سيدنا داود ايه القصه. مشهد اخر من المشاهد الجميله في القران. نعم. تعال الى سوره الانبياء. وداود وسليمان مع بعضهم. احنا ذكرنا داود وسليمان مع بعض هو ابنه. نعم ابنه وورث داود سليمان يعني سبحان الله عشان نعرف ان سليمان قبل الانبياء وداود وسليمان. ايوه في 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 صاد ما صدرنا به الايه. أيوة. اصبر على ما يقولون هذا لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. أيوة. واذكر. أيوة. عبدنا داود ذا الايدي يعني لما ذا العطايا الكثيره ذا العطايا الكثيره ورغم العطايا. نعم طبعا لا وذا الأيدي أن الله أعطاه من القوة كأنما لم يصبح له يدين فقط صبحت له أيادي. أيدي يعني لا. بس واحد جعل ربنا هنشوف الآن كيف أن جعل له الحديد يعني كالعجين يشكله كيف يشاء ولا فرن ولا غيره. هنا دعنا يعني الأنبياء سورة الأنبياء قبل سورة صاد بالقرآن الكريم. تمام. والمشهد خلق. مشهد سورة صاد. لا سنعود الأنبياء الآن سنبدأ لكن
أود أن أخذ تبريرا لأننا لا نسير وفقا للتحقيب التاريخي كما قلت فضيلتك. والمشهد بالقرآن الكريم الأنبياء قبل صاد. إحنا نأخذ ومضت كده. يعني سيدنا سليمان. هل لهذا علة؟ لا ما أريد أن أقف عن هذا حضرتكم، لكن في عجالة أنه القرآن الكريم لا يهتم بالترتيب. لا 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 لا. بالمدلول. 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 في مدلول في القضية سبحان الله، لأن هنا في سورة الأنبياء ذكر مجموعة من الأنبياء. أيوة. فمن ضمنهم داود وسليمان. طيب إيه عملوا إيه دول؟ ليه صفوة؟ ليه هم من الجماعة دول؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. أي حرث؟ القصة. نقول القصة بعد نقول الآية. يا ليت. طيب. سيدنا داود قعد في مجلس الحكم. سليمان عنده 16 عاما قعد على باب أبوه شغال بواب سكرتير خاص. انت ما تجيبش احسن من ابنك يعني، ما تجيب حد كده حد وبعدين مش اي ابن. صحيح. سليمان ما كان كلف ايضا بالنبوة. لا لسه مكلف بعد. فدخلوا اثنان قال له انا صاحب ارض وعلى وشك الحصاد. دخلت غنم الرجل ده راحت دخل على الزرع جعلته حصين بيت الارض سوداء. قال خلاص انت يا صاحب الزرع خذ الغنم بتاع الراجل ده دي امام دي خلاص توقع على الله. هذا حكم سيدنا داود. هم خارجين قبل سيدنا سليمان. سيدنا سليمان بما حكم ابي؟ قال حكم لي ان اخذ غنمه. قال صدق ابي والله لو كان الامر بيدي لجعلت صاحب الزرع المهضوم ياخذ غنما اخر ليستفيد بالبانها ويأتي صاحب الغنم ليستزرع أو يزرع الأرض لصاحبها فيسلمها له كما كانت ويعيد صاحب الزرع الغنم لصاحبها. ففهمناها سليمان. تعال الآيات. وداود وأجرى وصدق داود على حكم ابنه. تراجع في لا 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 سبحان الله العودة إلى الحق. يعني هل يخطئ النبي؟ لا دي أحكام دنيوية ليس فيها وحي. ابدا. الموقف القضاء لسيدنا داود كان دنيوي يعني من اجتهاده. يعني ربنا قال وعلمناه الحكمه وفصل الخطاب. لكن هو حكم بالعدل وهو مرضي وكان هذا في بني اسرائيل موجود. لكن اتى سليمان جزء بحكم. يعني زي ما قالوا يا ابن القيم. ابن القيم الجوزي. نعم. تعترض على شيخك ابن تيميه؟ معقول. ابن تيميه شيخ الاسلام. انت تعترض عليه في شويه امور؟ قال والله انا مع شيخ ابن تيميه. كان هدهدي مع سليمان لما قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وسليمان هو سليمان والهدهد هو الهدهد. يا سلام. وسليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين ماشي لا. فواحد من الرعية مهلهد الثياب عايز يكلمه أو أمير المؤمنين على صوت الحاشية تطرده. فوقف سليمان. ما لك يا رجل؟ سليمان بن عبد الملك نعم. قال يا أمير المؤمنين لما لم تقف لي؟ قال يا رجل هناك مجلس حكم في انت تقف في الشارع وعدين أمير المؤمنين يعني عايز يقول انزل الناس ما نزل لا يجوز. قال يا نبي يا أمير المؤمنين إن نملة استوقفت نبي الله فوقف لها وكلمها وما أنا عند الله بأحقر من النملة وما أنت عند الله بأعظم من سليمان فنزل سليمان عندك من العقاب وفرد كبيد الرجل ما قضيتك يا الله وقف جميل طاطة عند القرآن نملة أوقفت نبي الله سليمان وقف وكلمه جميل وما ما أنا بأحقر من النملة وما أنت بأعظم من سليمان سليمان ده نبي الله نبي رسول الملك ورغم ذلك وقف وكلمه وبعدين يقال أن سيدنا سليمان يسأل النملة لما حذرت النملة مني؟ ايه يعني ادخلوا لما هنيجي بذاكركم لا يحتملنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت يا نبي الله خشيت ان يبهر النمل بعظمة جيشك وبعظمتك بينه فينشغلوا عن ذكر الله ساعة. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الكون كله يبني في تسبيح. ونعم بالله. واحنا النغم النشاز اللي احنا حملنا الان. وان من شيء الا يسبح بحمده. نعم. ونعم بالله. وداود وسليمان. إذ يحكمان في الحرث. هنا القرآن قال يحكمان. خلاص. لأنه الذي يحتل منصب القضاء سيدنا داود. لكن سليمان يساعده. هذه كانت إشارة بنبوة سيدنا سليمان. سليمان خلاص. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فالشاهد ليس حاجب المحكمة ولا الشاهد وكيل النيابة. لا.
الشات والله ونعم بالله. شوف 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 احكام داوود وسليمان موقع عليها من من خير الشاهدين من قبل الله سبحان الله. نعم نعم نعم. ففهمناها سليمان. انت تقول الله داوود ده خرب الدنيا ده عمل حاجات. قال وكلا اتينا حكما وعلما. احسن يخطر ببالك كده ان ده واحد بيحكم بالعدل وواحد بيحكم بالفضل. كان سيدنا الشافعي يعمل كده يقول احكم بينكما بالعدل ام بالفضل؟ فالخصمين يقولوا يعني يقول لنا ايه الموضوع ايه العدل وايه الفضل؟ ها قول عدل ان يعيد كل واحد الحق لاخيه. سيدنا داود حكم بالعدل فالشافعي يقول له طب والفضل؟ طب ده العدل والفضل انا رجع لك حقك او اخذ منك خلاص. ان يعفو كل منكم عن اخيه. لانه سيدنا الشافعي لما راح من العراق على مصر كان يرى من ضمن الملح يعني ان لانه له مذهبين مذهب في العراق ومذهب في مصر. هو غير فتوى فغير المذهب او الكثير من المسائل. فكان في العراق يقول يجوز ان يخلو الشيخ الكبير بالعجوز المرأة كده جاء واحد عنده 80 سنة مع واحد عنده 80 سنة الرجال غير أولي الإربة يعني بالضبط كده وهنا القواعد. فنزل مصر فسمع هذه من تاريخ الشافعي. فسمع شيخا كبيرا طاعنا في السن يعني دخل على 90 يقول لامرأة عجوز أعطني بوشة بوشة لا ليس بوشة قبلة لهجة مصرية ليست وقال الشافعي فليغير الشافعي فتواه. حتى كان من رأيه أن إذا صافح رجل كبير امرأة كبيرة عجوز يعني كده فلا ينقض لا ينتقد الوضوء. يعني فيها تراجع. نعم. وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. الجبال والطير لسيدنا داود. وكنا فاعلين. نعم. سيدنا داود ألقي عليه الزبور. الزبور دي عامله زي جماعه المخرفين بتوع المعركه يقول لك دي مش عارف اناشيد الرعاه ولا الكلام بتاع الهكسوس والكلام هذا كتاب سماوي ليس فيه اناشيد بتاعت الفراعنه الموجوده. لا 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 هذا كتاب سماوي. هذا كتاب سماوي نزل من الله عز وجل جمله واحده. كانت الكتب قبل سيدنا محمد تنزل جمله واحده لم ينزل منجما الا القران. سبحان الله. لحكمه التشريع لانه الومضه الاخيره في عالم النور. نعم. يعني كده. صحيح. اسم كتابه الزبور. وديانته ماذا؟ يعني ديانته بني اسرائيل. تبع ديانات بني اسرائيل. التوحيد والاستقامة على طريق. لكن يدعو الاسلام ايضا. هي حلقة من حلقات الاسلام. يعني انا اعبد الله ما لكم من اله. هي اذ قال له ربه اسلم ابوهم. لان ابراهيم ابوه. نعم. سبحان الله. اذ قال له ربه اسلم. نعم. فهو رفع علامة الاسلام. قول ورا سليم. كان صوت سيدنا داود في الزبور جميلا. فاذا جلس على شاطئ النهر ليرتل من الزبور توقف الماء عن الجريان. الله اكبر. ومن الله أكبر. من الكورس بتاعه اللي هو الفرقه الجوقه اللي الجوقه الجبال والطير تردد خلفه. تردد خلفه الكون يردد سبحان خلفه. الله العظيم. والكون يردد خلفنا لكننا لما حجبنا بالإهاب التراب لا نسمع. الله. أقول لك شيء. وسيد بن الحضير وده من الصفة برضه. سنأتي له إن شاء الله رب العالمين. صحابي جليل جاي يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله أنا ليلة الجمعة بالأمس قاعد أقرأ سورة الكهف كما علمتنا فوجدت فرسي تحمحم أتاني صوت وكادت أن تقطع حبلها وولدي يحبو بجوارها فخشيت عليه فتوقفت عن القراءة فإذا بالفرس تنظر فنظر إلى أعلى فوجدت كأن قناديل كانت منزلة من السماء مضيئة فبدأت في الارتفاع. أسيدي يحكي الحكاية دي في الفجر وهو شافها بالليل بالأمس رآها بالأمس. قال اقرأ يا أسيد ورتل اقرأ ورتل يا أسيد. قال يا رسول أنا أقص عليك ما رأيت. الرسول كان ينتقل الى المستقبل ينقله الله المستقبل كما ينقله الى الماضي زي ما في بدر عمل ازاي مسك السيف. نعم. يعني هنا مصرع ابي جهل وهنا مصرع عتبة وهنا مصرع الوليد فما تقدم واحد منهم ولا تاخر شبرا زي ما شاء سبحان الله العظيم. فأسيد بن الحضير اقرا يا اسيد اقرا يا اسيد ورتل قرأ سورة انا اقرا
قال والله إنها هي السكينة تنزلت لقراءتك سورة الكهف ولو ظللت تقرأ لرآها كل أهل المدينة. يا الله يبقى السكينة بتنزل الله. للصالحين. فإحنا إذا كثرنا عدد القائمين الليل وقللنا رب. عدد مشاهدي المسلسلات والأفلام إن شاء الله السكينة هتنزل علينا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. جميل أن نقف عند السكينة ونكمل مع فضيلاتكم مع قصة سيدنا داود وسليمان في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لفضيلاتكم. هذا وقت أسد المشاهدين والمستمعين بالأسئلة والتواصل. يا ريت عن سيدنا داود. لكن في موضوع الحلقة. بإذن الله تبارك وتعالى. يعني ما سألناش في أن الحاجب اليمين أكبر من حاجب الشمال. ربنا يبارك فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء نواصل مع حضراتكم مع داعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وصفوة الصفوة. لكن نهيب الجميع أن تكون الأسئلة في موضوع الحلقة عن سيدنا داود. فاصل قصير ونتابع. كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى. ومع نرحب بضيفنا الكريم داعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مره ثانيه. مرحبا. يعني انا اخذت اتصالات لولا خوف من الجمهور المشاهدين والمستمعين والا لحجبت الاتصالات بعد نهايه القصه ان شاء الله بعدما نسمعها من فضيلتكم. يعني انت بتخاف منهم؟ يعني حتى لا يلوموا علينا. لا نخاف منهم, نخاف من الله عز وجل. لكن يقال أن محمد خالد مستأثر بالشيخ عمر. محمد خالد مستأثر بالشيخ عمر فأردت أن يستأثروا بفضلتك معي. يعني هم يقطعوني وأنت تقطعني إن شاء الله. تقرأ الله. ربنا يبارك فيكم. أنا نحبهم ونحبك. بارك الله في فضلتكم فضلت الإمام. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. هم اللي خافوا منك. الله أكبر. أخ حسن السلام عليكم. أخ حسن خفت أنت أيضا أخ حسن. أيوة أخ حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله نعم الحال. أنا عندي سؤال لو سمحت للشيخ. يعني اتفضل. أنا دائما لما أفتح المذياع في السيارة أو في البيت أو التلفزيون كله تكون الإذاعة القرآنية مثلا كل صورة يوسف عليه السلام الصادفني. يعني كل ما افتح المذياع على طول صورة يوسف او التلفزيون مثلا يقرأ قرآن. انت تواصلت معنا في صورة يوسف. نعم. ولكن نحن في داود الان اخ حسن. والله بس انا سؤالي هذا انا ما تواصلت وياكم في صورة يوسف. طيب بارك الله فيك. ممكن جواب من الشيخ اذا تتكرم يعني او سر هذا الشيء. يعني يريد الله ان يشرح لك صدرك. ما قرأ حزين سورة يوسف او سمعها الا وسره الله. سرك الله انت ومن تحب وكل المسلمين. يا رب باذن الله تبارك وتعالى. نهيب بالسادة المشاهدين والمستمعين ان تكون نسأل في موضوع الحلقة. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. والا ساقطع الاتصال. نفضل ان يعني ألا نأخذ اتصالات إلا أن ننتهي من القصة ثم نفتح الاتصالات. قصص القرآن بعد أن ننتهي منه تماما إن شاء الله نفتح في حلقة أو حلقتين كل الأسئلة التي لم نتداركها. جيد. لقد نصحتك إن قبلت نصيحتي والنصح أغلى ما يباع ويهب. قبلت النصيحة. باخر. بارك الله في فضلك. نكمل فيما تبقى لدينا من وقت مع سيدنا داود. داود عليه السلام. كان حينما يجلس ويرتل يترنم. تردد الجبال تؤول معه والطير تردد معه سبحان الله وتتوقف الـ يعني كأن الكون يتوقف ليكون ذاكرا لله مع نبي الله داود. نعم. حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقف بجوار أبي موسى الأشعري وهو يصلي وأبو موسى لا يراه. صوته جميل أبو موسى الأشعري. كان صوته جميلا. نعم. فبعد أن سلم قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال وكنت تسمعني يا رسول الله؟ قال من أول ما قرأت. قال والذي بعثك بالحق نبيا لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. صوته جميل. يعني كنت أسمع. الله ما شاء الله. مزامير داود ما مزامير داود؟ يعني كانت زي الحكم زي مواعظ ولكن كانت في صورة جميلة ولكن يعني هي الزبور؟ هو هذا الزبور. أنا أقف عند المزامير والزبور. ما المزامير وما الزبور هو كل الكتاب. المزامير هي المقطوعات التي يعني الفصول متضمنة داخل الزبور. كتابه اسمه الزبور. الزبور الكتاب يسمى الزبور. وأتينا داود زبورة. زبورة. لا له معنى الزبور هذا؟ لا يعني ما يعني لا يعني لا نعم 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 نعم
يتعبد به فضيلة الشيخ؟ كان يتعبد. يتعبد. كان به. كان كان تشريع. تشريع كان يتعبد به، كان يتعبد وكان يذكر الله ويثاب عليه وكده، ولا بد أن فيه تشريع. نعم. صوت سيدنا داود جميل من تلقاء نفسه، هو من بدايته جميل. وهبه رب العباد هذا الجمال وهذا الحلاوة. سبحان الله. سبحان الله العظيم. هل سأله سيقرأ القرآن يوم القيامة بصوته؟ والله يقال إن أهل الجنة سوف يسمعهم الله صوت نبي الله داود، لأننا سبحان الله ما سمعنا نحن صوت داود، لكن الله سوف يجلي لنا. يقال أن سيدنا داود سوف يرتل مزامير الزبور، وسوف يرتل علينا سيدنا محمد سورة طه عليه الصلاة والسلام. يقال هذا. نعم. وربما قيل في روايات أن الله تجلى علينا بقراءة سورة الرحمن. يا الله الله اللهم ارزقنيها، لأنها عروس القرآن التي يتفكه بها أهل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. نكمل فضلك. وعلمنا يسبحنا والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. صنعة لبوس. المحاربين القدماء لم يكونوا يعرفوا قضية الدروع، الدرع الذي يقيه من ضربة السيف والواقي الدرع الذي يلبسه. الله عز وجل علم داود، هو أول من صنع هذه القطع الحربية التي تستخدم في المعركة، لأن الله أسال له عين القطر. القطر يعني النحاس. النحاس ربنا جعله أول ما يضع يده سيدنا داود بإذن الله على النحاس، القطعة النحاس تسيل، تصير كأنها بئر، تسيل يشكلها كيف يشاء بيده دون آلة، دون فرن، دون صهر، دون أتون. معجزة. سبحان الله. معجزة. من معجزة. طير تطير، ترنم جبال، وجبال تؤوب ترجع معه، وهو وصنعت لبوس وأسلنا له عن القطر. هم آل داود دول أخذوا ملك ما أخذه أحد. صحيح. نعم. وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. لبني إسرائيل ما شكروا أبدا، ما شكروا، لا يعرفوا، لا تعرف ألسنتهم الشكر. واضح أن الله سبحانه وتعالى يعدد عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. كلمة الشكر دائما تأتي في قصص سيدنا داود. صحيح. حتى قال اعملوا آل داود. ولسليمان أيضا، عشان بالمرة جاءت سيدنا بساني سيدنا سليمان بالتفصيل يعني عشان جاءت في الأنبياء. الريح عاصفة، يعني عايز مثلا يحارب قوم، يا ريح اهجم عليهم، تهجم اللي عليهم وهو قاعد مكان. سبحان الله العظيم. ما يتحرك. سبحان الله. تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. الأرض اللي ربنا بارك فيها في سواء في بيت المقدس أو عند الكعبة، يقال مكة. أن دي أرض فيها هجير الصحراء، فيها هجير الصحراء الحرارة. نعم. فيجوا الأهل يشتكوا، يا نبي الله يا سليمان، يا ريح أنت، يا ريح الشتاء الحرارة هناك 50، يلا خدها 20. سبحان الله. مجانا، من غير لا تدفع على كهرباء ولا تكييف ولا يجيلك ظروف ولا تكييف. تصفي العظم مشاكل. سبحان الله. من غير روح يا ريح. سبحان الله. وكان الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، ما جف الضرع وعقبة الأرض أن تنبت مثل مطر. يقف الرسول يدعو فوق المنبر حتى يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، فتنزل الأمطار أسابيع، يرجعوا أهل اليمن، يا رسول الله لقد دخلت على البيوت، فيضحك اللهم حوالينا ولا علينا. عايزين ايه بالضبط؟ سبحان الله، من كرم الله سبحانه. عليه الصلاة والسلام. وما تمتنع السماء أن يمطر الله منها ماء إلا لذنوب العباد. الله أكبر. توقف نزول الغيث من ذنوب الذنوب، من كثرة الذنوب. سبحان الله العظيم. طيب أجدبت في عهد سيدنا عمر. أجدبت. من كثرة الذنوب. الامتحان وابتلاء. وكان المدد يأتي من مصر. امتحان وابتلاء. ولكن عمر كان يقوم الليل وكان يأمر الصحابة بالاستغفار وبالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرى ماذا يصنع هؤلاء. نعم. فضل الله سبحانه وتعالى. تعال إلى قصة عشان أنتم سيدنا سليمان الآن، وندخل على
سيدنا داود مرة أخرى عشان تكتمل الصورة في ربما عندك دقيقتين أو غيره. نعم بالضبط. إن شاء الله. طيب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ أنت محمد هل جاءك الخبر؟ شوف لما يقول له هل أتاك يبقى تعلم أنه لم يأتيه. ما يعلم. زي وما أدراك وما يدريك. يقول وما يسألونك عن الساعة. لا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. لما يقول ما يدريك يبقى هو لا يعلمه. لم يعلمه. نعم. وما أدراك يبقى أعلمه. يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين. ما يوم يعلم عن في يوم الدين. لو القرآن يقول وما أدراك الرسول يعلم. نعم. وما يدريك لم يعلم. طيب هنا في الآية التي قبلها في سورة صاد هذه اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب أو أواب كثير رجع إلى الله عز وجل. كثير الاستغفار كثير البكاء كان بكاء يظل ساجدا طوال الليل يبكي خشية من الله. شوف الملك والطير والجبال هذا هو الوقفة التي نقف عندها. يعني ما شغله الملك وما شغله السلطان ولا الجاه ولا كذا. النعم قيدوها. وأقول هذا الكلام للكبار والصغار وأبنائي وبناتي يجب أن يشكروا نعم الله. قيدوا النعم بقيد الشكر. والله ما من نعمة ما شكرنا رب العباد عليه إلا وولت. كم من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. اللي آذوا العلماء واللي طردوا واللي عملوا مشاكل واللي أفقروا الناس لغاية ما يبقى فيه الضنك. صحيح. الضنك. مؤمن ياسين صاحب ياسين وجاء من أقصى المدينة بعث رسولين كذبوا فعززنا بثالث. هذا الثالث صار وجاء رجل من أقصى المدينة هذا آخر واحد صالح. فلما قتلوه وما أنزلنا على قومه من جند من السماء خلاص نزل العدد. فحاذروا أن نهين أحدا وحاذروا أن نمد أيدينا إلى بنات المحجبات لنرفع عنهن الحجاب. أنا أحذر. نعم. هنا وصف القرآن الكريم بأنه أواب. إنا سخرنا. أيوة. هنا لفظ التسخير من الله. من الله. هنالك من يقول هنالك فلان يسخر جن فلان يسخر التسخير من الله. لا من الله. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق بالليل والصباح صباح صباح. نعم. والطير محشورة كل له أواب. كل لله يعني وليس لا 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 كل له كل رجع إلى الله حتى مع سيدنا داود كله هو قائد المسبحين. نعم. قائد المسبحين. نعم. سبحان الله. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل كل ده تأييد من الله سبحانه وتعالى. شددنا ملكه يعني قويناه يعني أن يقوم يقول له مثلا ولا فل ولا سبحان الله لأنه مؤيد من الله. ما كان له ملأ. نعم. ما كان له ملأ. الملأ اختفى. عدو اللدود الملأ. الملأ قد اختفى. الملأ قد اختفى. ما سمعنا بملأ داود. الملأ ضاع في الملأ. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. سيدنا داود كان فيه يوم لا يخرج فيه أبدا للناس. هو يعبد ربنا بس ونعم بالله. وقعد في المحراب مكان التعبد. كان دايما لهم محاريب. وإحنا أعظ كل أبنائي وبناتي والأسر كلها التي تشاهدنا الآن أن يكون في كل بيت مسجد صغير. مش يعني غرفة. الغرف قد تكون قليلة. نعم. جزء في البيت ولو متر في متر ده مكان المصلى اللي عايز يقوم بالليل يصلي بحيث ما حد يطأ بقدمه في هذا المكان. تاريخ ده ايه عمل عليه السوق يعملوا ديكور. ولذلك اخواننا المعماريين بدل ما يعملوا لنا غرفه للسفره غرفه للمعيشه غرفه للنوم غرفه للعب غرفه للهزار غرفه للتلفزيون طب غرفه لله ونعم غرفه ربنا اعطانا كل غرفه لله صحيح. ولو حتى صغيره خلي البيوت فيها خير ومشجعنا لما نلاقي سجادة جميلة وكده وفي القبلة بعيد عن واخدة ركن في البيت كده سبحان الله واقف قصاد جنبها المصحف وفيها ضوء خافت كده اللي عايز يقوم الليل شجع يا اخي شجع الكبار والصغار. نعم. طيب نعم. إذ دخلوا على داود ففزع منهم لما كانش حد يجيله في الوقت ده فجأة لقي اثنين امامه. نعم. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. واحد ظلم والثاني بغى شوف الادب برضه في العبد بغى مش انا بغيت عليه ولا هو بغى علي انا بغى بعضنا على لا نعرف من الباغ انت لا تحكم انت التي تحدد. جميل هذا جميل يعني غايه الكل الوارد. يتعلم ده القاتل يقاتل القاضي يقول له مذنب يقول له غير مذنب الزمن ما يقتل الراجل سبحان الله والمحامي المصيبه يدافع عنه. يدافع غير مذنب طب دافع عنه ازاي يعني
خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. بس بني اسرائيل برضو فيهم سوء ادب ولا تشطط واهدنا سواء الى سواء الصراط. عيب ان نقول للنبي كده ولا تشطط. ما هو قلب الحق اتفقكم بيننا بالحق ادبا يلتزم تنتهي. بس لا احيانا الانسان ان لصاحب الحق مقالة. ابو بكر جه يصلح بين الرسول وعائشه فقالت قال قص يا عائشه. قالت لا قص انت اولا ولكن لا تقل الا حقا للرسول صلى الله عليه وسلم. فلطمها ابو بكر قال من يقول الحق اذا لم يقوله رسول الله عليه السلام. فسال الدم من انفها. ياخذ الرسول عباءته الشريفه يضع في الماء ويمسح ويحجز بينهم. ابو بكر يا ابو بكر جئنا بك حكما لا ضاربا. تريد تضرب تجد تحمل. والرسول كان يرضى حكم الله سبحان الله عليه الصلاة والسلام. لا ما هو قال لها حكما من أهله وحكما من أهلها. سبحان من ترضينا عائشة؟ تقول أبي أبو بكر. تقول وأنا ارتضيت أبا بكر أيضا. أنا برضو حكم من أهلي هو أبو بكر. فصار الحكمان حكم. الله عليه الصلاة والسلام. فلما يجي عائشة مرة تانية ويحجز بينه أبوها عايز يكمل الضرب سبحان الله. فلما يجي تزعل مرة أخرى وتغضب ألم أحجز بينك وبين الرجل؟ أنا لي فضل عليك أن كان أبوك سبحان. ولما كان يطلب زيادة النفقة كان يدخل أبو بكر فيضرب عائشة ويدخل عمر فيضرب حفصة. إلا التعدي على مقام رسول الله. هذه بيوت كبيرة سبحان. وهذا دليل أن البيوت فيها هذا ولكن تحل بهذا الهدوء. نعم. فقالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها اضعها في كفلتي. يعني انت 99 انت قاعده تمأمل لك الصبح وبالليل وعامله لك ازعاج ضمها لي انا قطيع يكون 100 وخلاص وانت توكل على الله. وعزني في الخطاب اي غلبني في في, في ايه في طريقه عرضه. كان لحلا في الحجه ربما يكون احد يريد ان ياخذ منه نعجته. احنا هي النعجه دي هي اللي سبحان الله. فسيدنا داود اندفع هو سمع من احد طرف واحد كان راجل بيستنى الايه الثاني تقريبا كان سرق النعجه. الثاني كان سرق النعجه. نتوقف عند سرقة النعجة. يا سطار يا رب انت سرقتنا في الوقت بارك الله فيك لانه سرقنا الوقت. شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء ونلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله. بارك بس احنا مش لن نحرم الجمهور من ايه من التواصل معنا ولكن عند نهاية كل قصة يعني نتائج من قصة النبي من الأنبياء ونترك الفرصة لمن أراد أن يسأل عن شيء قد نسيناه أو أخطأنا فيه فيعدله أو يصححه لنا نسأل ده الصواب والقبول إن شاء الله. بارك الله فيك. نحتاج من فضلاتكم دعاء في نهاية هذه الحلقة. ربي على الأعلى الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته. آمين. ولا مريضا إلا شفيته. آمين. ولا عسيرا إلا يسرته. آمين. ولا كربا إلا أذهبته. آمين. ولا هما إلا فرجته. آمين. ولا دينا إلا قضيته. آمين. ولا ضالا إلا هديته. آمين. ولا ميتا إلا رحمته. آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا آمين. قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. هيئ اللهم لبناتنا أزواجا صالحين. آمين. ولأبنائنا زوجات صالحات واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. آمين. اللهم أمن إخواننا في فلسطين. آمين. وأمن إخواننا في العراق. آمين. واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. آمين. وطرد عنهم شياطين الإنس والجن. آمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية. آمين. ولحظة الموت روحا وراحة. آمين. وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. آمين. نعوذ بك من عين لا تدمع. آمين. ومن قلب لا يخشع. ومن بطن لا تشبع. ومن نفس لا تقنع. ومن دعوة لا يستجاب لها. نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم. آمين. ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. آمين. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بارك الله لكم في هذا الحق. بارك الله فيك. نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لفضلكم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمنا لقاء جديد في صفة الصف ونستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.